بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمس في إحدى اللقاءات في اثنين من الإمارات، واحد كاتب وواحد رئيس رابطة مقاومة التطبيع مع إسرائيل، والآخر كاتب إماراتي، زوج إماراتيين. فالكارثة اللي سمعتها أن قضية الهولوكوست، تعرف الهولوكوست يعني النازية أخذت اليهود وحرقتهم وكذا، حاجة شيء إنسانية، ما فيش حد بالفطرة نرفض هذا، يعني أي يعني ما حدث لليهود وما حدث للعالم، يعني تقريبا 17 مليون أمريكي ماتوا وملايين في يعني، لكن اليهود اشتغلوا كويس على مأساتهم اللي صارت لهم ودروا لها أفلام وكتب و24 ساعة والمتفتح الكذا، الهولوكوست الهولوكوست الهولوكوست، يعني خدموا قضيتهم. تمام، هذا أمر عادي، يعني بالعكس لهم قضية، خدموها وشهروها وخلوها أهم حاجة في الحرب العالمية الثانية، ونسينا حتى كل اللي صار للعالم ودمار العواصم من 30 مليون، وخلينا ديما مركزين على شنو؟ كله هولوكوست. أمريكا تعرضت للهولوكوست، بريطانيا، ألمانيا، كل الدول اللي دخلت الحرب تعرضت للهولوكوست. ليست هذه اللقطة طبعا، اللقطة أن الإمارات خشت الهولوكوست واللي صار لليهود في مناهجها، باهي حتى هذه مشيها يا سيدي، هاي حادثة تاريخية. تمام، وبتحط وأمس كان في لقاء بين زوج إماراتيين، واحد طبعا كذا. اللقطة اللي بنقولها أنا واللي يقولها آية المشاهد الكريم بالتأكيد الآن أدرك ماذا سأقول ولا لا، باهي يا إمارات اللي تحطوا في مناهجكم يعني ضاقت الواسع إلا هالقضية هذه ولا لا، حطوا القضايا الأخرى، معتقلات العقيرة اللي درتها إيطاليا في ليبيا، الجرائم اللي درتها إسرائيل نفسها في دير ياسين، أخذت قرية قرى حرقتهم الإرهابيين، هذوم اللي كانوا إرهابيين لحقانا ونظر شنو مش عارف إيش، وقتلوا فلسطين وذبحوهم وعزقوهم في الأبار. حطيها يا إمارات في المنهج، حتى هذه حطي صبر وشتيلة في المنهج، حطي كل الجرائم اللي يديروا فيها الإسرائيليين والصهاينة ضد الفلسطينيين، حطي إيش اسمه هذا الباسنيا، معسكرات الاعتقال متاع الباسنيا، معسكرات الاعتقال العقيلة، 20,000 شنقت إيطاليا في ليبيا، اكتبيهن حطيهن في مناهجك، ضعي في مناهجك يا إيش اسمه هذا، لا إله إلا الله، حادثة الكلية العسكرية اللي ولي أمركم ولا لا ذبح خيرة شباب ليبيا مساكين بدعمه هو بالطائرات اللي عنده الوينج لونج 2، تمام، واللي طلعت من الخروب وبعدين هربتوها لحدود مصر، حطوها في المناهج، مش مذابح هذين أيضا؟ حطوا مذبحة بحر البقر، مدرسة مصرية قصفتها الطائرات الإسرائيلية، أطفال قتلوا، حطوا في مناهجكم الإسرائيل لما دفنت أحياء الجنود المصريين في سيناء في حرب 76، إيش معنى يعني نحط الهولوكوست؟ اليهود يحطوا الهولوكوست، يدروا قصص، يدروا أفلام على هولوكوست، هم معقولة يعني شيء عادي، لكن أنت إيش معناها؟ وبعدين ما هي العلاقة بين الهولوكوست وتربطها لي بقضية إسرائيل والتطبيع؟ إيش العلاقة بها يعني؟ باهي الهولوكوست كارثة إنسانية ولا لا؟ نحن نستنكرها ونستنكر كل من فعل كيف، ونستنكر حتى اللي يدير فيه الإسرائيليين، شن علاقتها بالتطبيع؟ ما فهمتش أنا، هاي نطبقوا مع إسرائيل لأنهم تعرضوا للهولوكوست مثلا؟ يعني شنو هذه الإمارات؟ أقسم بالله الإمارات صهيونية الحكومة يعني أكثر من نتنياهو والهبل الغفران والغفير هذا، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني بصراحة يعني الشاب هذا بتاع مقاومة التطبيع والله أبدع ومثقف جدا، ويدرك المناهج ويدرك التربية والسلوك وما ينطبق عليه أنك تحط له الهولوكوست، ويطلع الشاب الإماراتي متعاطف مع القضية، وبالتالي تنعكس على أمور عملية أخرى. حطوا له كل شيء مرة ثانية، حطوا له جميع المذابح والمعتقلات اللي تعرضوا له المسلمين الآن في الصين، اللي تعرض للمسلمين في بنغلاديش، واللي المذابح اللي صارت ضد المسلمين اللي داروا البوذيين، حطوهم في المناهج. يعني استغرب والله، الامر يبي حقيقه يبي حكومه جديده للامارات هذه، لان يعني في فرق بين السقوط وبين السقوط بمعنى، والامر يحتاج الى متابعه وتحليل حقيقه الدراسه، هل هذه العائله اللي تحكم في الامارات فعلا عربيه او مسلمه، وما همش هم نفسهم صهاينه يعني؟ يعني الامر اصبح يعني قريب الاسرائيليين يقول لهم لا يا جماعه خفوا شويه. تمام،
أم أننا لسنا بشر؟ يعني متاعين العجيلة ومتاعين البوسنيا والهرسك ومتاعين الجنود المصريين وصبرة وشتيلة ومذابح دير ياسين ومذابح، هذول مش بشر يعني؟ مش ما نحطهمش في المناهج لأطفالكم الإماراتيين ولا لا؟ بعدين ما فيش علاقة بين هل إبراهيم عليه السلام الإبراهيمية الإنسانية يرضى باللي يدير فيه إسرائيل هذه؟ هل توقفت أصلاً ولا تسمعكم بكوا للقتل كل يوم؟ طبعاً نحن ظلمنا كثيراً في ليبيا، ظلمنا ولذلك أصبحنا حساسين ضد الظلم، البشرية كلها حساسة ضد الظلم. أريد أن أسمع على الضحايا الأمريكان في الحرب العالمية الثانية، أريد أن أسمع على الضحايا الروس، على الدول اللي دمرت وانحرقت، على إدارتها فرنسا في الجزائر، نبي نشوفها في المناهج الإماراتية، على إدارتها إيطاليا في ليبيا، الاستعمار في العالم، المذابح لا أول لها ولا آخر، اشمعنى يعني؟ وما علاقتها باللي يدير فيه إسرائيل هذه؟ إذن هناك تعريجة أخرى سريعة بإذن الله، الزلازل في تركيا وفي سوريا، الزلازل كثيرة جدا ولها هناك إسقاطات سياسية كثيرة على هذا ما حدث، لكننا نجمدها الآن مؤقتا إلى أن يضمد الجراح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن المسلمين. نحن نتأثر حتى لو كان الزلزال في ناس مش مسلمين سنتأثر، فما بالك بإخواننا المسلمين وما إليه. المضحك المبكي أن إسرائيل دائما ورانا إسرائيل هذه، مع أن بنتخلص من موضوعها دائما يجيب لنا في تناقض مفارقات غريبة جدا، بتساعد بتعطي مساعدات إنسانية للضحايا، أنت تعطي مساعدة إنسانية لتدمري فيهم وتذبحي فيهم عندك. فحقيقة موضوع إسرائيل هذا يجب أن يحل، يجب أن يحل موضوع إسرائيل وبأسرع ما يمكن. نقطة أخرى كما ذكرت لكم أن هذا موضوع الصهاينة بصراحة ورانا هذا غفير ولا غفير وإيش اسمه، دائما يقول أذبحوا العرب، أقتلوا العرب، تمام؟ وأنت لما تقول كلمة تنقد فيها الصهاينة ولا تنقد فيها اليهود يقول لك أنت ضد السمية، أنتي سيماتيزم، وتخش في مشاكل لا أول لها ولا آخر، وكيف تنقد الهولوكوست وكيف تنقد اليهود ولا لا؟ باهي العرب ساميين يا غفير ولا غفران ولا شو اسمه الهبر هذا، العرب من الساميين، انت ناس ما تحكمش لكن تحكمنا لما ننقدوك. وبالتالي حقيقة قضية إسرائيل قضية مزعجة جدا للمنطقة بأكملها، وأمر يبد أن يحل، وأمر لابد أن يحل. كما ذكرت سابقا الجزائر احتلت 150 سنة وفي الأخير انحلت، يعني فلسطين لم تصل إلى 150 سنة بعد. أيضا الاستعمار، دولة تأتي من الخارج وتستعمر، لكن قضية فلسطين قضية نادرة جدا، جوها ناس عندهم دول وعندهم كذا ويطردوا فيه، وللأمر إن شاء الله نتحدث عنه كلما جد جديد، لا علاقة بمناهجنا وبالإمارات اللي دزتنا الطيارات وما إلى. البي بي سي هذا مقال من الحلقة السابقة لم أذكره، يقول ليبيا's gas deal with Italy prompts backlash، اتفاق الغاز الليبي مع إيطاليا يبرز رد فعل عنيف، تمام؟ رفضت عدة شخصيات، هذه البي بي سي طبعا، ما من رفضت عدة شخصيات سياسية ليبية صفقة إنتاج الغاز بقيمة 8 مليارات دولار اللي هي 6.4 جنيه استرليني بين الحكومة الوطنية وإيطاليا، كما انتقدت جماعات حقوقية مذكرات التفاهم اللي توصل إليها بين الحكومتين بخصوص القضاء على تدفقات الهجرة. الجزء الأول حكاية 8 مليارات والصفقة هذه، تبي طبعا اقتصاديين وناس وشن فايدتها على ليبيا، قد يكون فيها فائدة، قد هذا أمر نحتاج إلى تفاصيل هذه الاتفاقية، لكن اتفاقية الهجرة وتدفق الهجرة فعلا أتمنى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسمعون أخوتنا الليبيين وأن يتنصلوا من هذا الأمر، يتنصلوا توعطينهم سفن جديد أمس والله ولمس واستقبلون وخذوهن باش يساعدوهم في إنقاذ، هو ليس إنقاذ، هو واخذهم وحطهم في ليبيا مرة ثانية كانهم استطاعوا أن يدخلوا في البحر. قضية قانونية ودولية، والعالم كله متكالب على الاتحاد الأوروبي وعلى ليبيا أساس أنهم مجرمين في هذه اللقطة. عودة إلى صفقة 8 مليارات، تحدث محمد عون وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية لقناة WTV، قناة WTV التابعة لصحيفة الوسط، بعد وقت قصير من توقيع صفقة الغاز ووصفها بأنها غير قانونية. هذا وزير النفط متاعنا وصفها بأنها غير قانونية، وقال أنها تفتقر إلى المساواة بين الجانبين الإيطالي والليبي، وقال أن وزارته تم تجاوزها بشأن الصفقة التي كرر مرة أخرى أنها غير قانونية
وتعهد بالتصحيح. وأصدرت الوزارة، وزارة النفط، الأحد بيانا رسميا كررت فيه نقاط السيد عون، وانتقدت الصفقة لزيادة حصص. ليش انتقدتها الصفقة؟ تقول إن حصة إيطاليا زادت من 30% إلى 37%. شخصيا لم أفهم هذه اللقطة، لأن مرة ثانية نحتاج لتفاصيل كثيرة عديدة جدا جدا حول هذه الصفقة. وعندما سئل بنقدارة عن سبب تغيب عون، أجاب بنقدارة رئيس مؤسسة النفط، أجاب في رد شديد اللهجة، هكذا وصفت البي بي سي، يعني تعافلك تمام، إن شركته، أن المؤسسة تعمل وفقا للقانون. هذه اللقطة مرة ثانية، 8 مليارات دولار، ما هي فوائدها على ليبيا أو عدم فوائدها؟ قد تنقد ولم تنقد. وأذكر نفسي والمشاهد الكريم ببعض الأخوة الذين انتقدوا للاتفاقية التركية وما انتقدوش إيني وتوتل وما إليه. في الخمس مقال يقول تو، أعتقد نشرات لا إله إلا الله، وكالة الأنباء الليبية، يقول 269 كيلوغرامز اوف كوكايين سيزد ات الخمس بورت. ضبط 269 كيلوغرام من الكوكايين في ميناء الخمس. يقول الخبر او المقال، ضبط مكتب مكافحة التهريب والمخدرات بمصلحة الجمارك الليبية اليوم الاثنين، نحن الان في الخميس يعني الاثنين الماضي، 269 كيلوغرام من الكوكايين داخل حاوية شحن لحوم مجمدة بميناء الخمس. حاوية يفترى فيها لحوم مجمدة، لقوا فيها 269 كيلوغرام من الكوكايين. الشاحنة منين جت؟ جت من البرازيل تمام، مرورا بأسبانيا وإيطاليا. طلعت من البرازيل، مرت بأسبانيا وبعدين إيطاليا، يعني مرت مرورا بأسبانيا وإيطاليا، يعني قعدت على الميناء أو شيء فالقبيل، لم تكتشف، واكتشفت في الخمس. أنت طبعا نحن نعرف أو من الثقافة العامة أن جرام أو جرامين كوكايين بذلك الثمن، وهذه كيلوات يا شيخ، وهذه وراها عصابات دولية، يعني جريمة منظمة، هذه مش وراها أفراد فرد اثنين ثلاثة، هذه خطيرة جدا. هذه اكتشفت، هل هناك مثلا شحنات لم تكتشف؟ احتمال، لكن الحمد لله نهني الإخوة اللي اكتشفوا هذا الأمر. وأيضا لابد أن نحترس من هذه القضية، 269 كيلوغرام من الكوكايين، هذه فيها أموال طائلة أولا، وفيها ضرر طائل على المجتمع وعلى الناس وعلى الشباب بالذات. The Washington Post تحدثت عن accused Libyan bomb maker in 1988. Lockerbie Blaine attack pleads not guilty. أوكي، صانع القنابل الليبي المتورط في طائرة، في قضية طائرة لاكربي، يقول إنه غير مذنب. دخل المحكمة، بدأ المحكمة، وعندك في المحكمة تجي تقول أنا غير مذنب تمام، أو تقول مذنب. إذا قلت مذنب تأخذ المحكمة مجرى، إذا قلت غير مذنب تأخذ مجرى آخر المحكمة. فقال أنا بريء، لم أفعل، لست مسؤولا عن التهم. هذا أبو عجيلة طبعا، مسؤول بعجيلة، لست مسؤولا عن التهم يعني. فهي بليد جيلتي، يعني هي بليد نوت جيلتي، قال أنا لست مذنبا. إذا دفع ضابط مخابرات ليبي السابق، تقول واشنطن بوست الأربعاء يوم ربح أمس تقريبا، نعم أمس، بالأمس، ببراءته من تهمة تجميع المتفجرات المستخدمة أو التي استخدمت في تفجير 1988. ذكر أبو عجيلة ذلك أمام محكمة فيدرالية في واشنطن. وما أن أنتهى من جملته، كمل أبو عجيلة الجملة، أو ربما المحامية اللي قالتها، فقالت المحامية، ضرورة محامية طبعا، ضرورة محامية للأخ أبو عجيلة، ومحكمة، وحتمشي وحتاخذ مجراها حقيقة. إذا جاء مذنب موضوع، مش مذنب موضوع آخر. كنت لما نقرأ في هالمقال هذا خطر علي البشر اللي مستفين قدامنا في الفضائيات، وواحد ماسك بندقة ويقتل فيهم طاف طاف طاف، هذول دواعش يرى، وجوه مغطية ما نعرفهم مش من، وش داروا وش ما داروش، من محاميهم، أين المحكمة اللي مشولها؟ مع أن نحن نمتلك رسالة الرحمة ورسالة الإسلام والعدل، العدل العدل، جزء من نزل القرآن الكريم، جزء من الإسلام، لتحقيق القسط والعدل بين الناس في الأصل، الرسالة يعني. ونحن مسلمين يدروك نقتل في بشر مخليق قدامنا،
ولا ما نسميهم بالنصارى ويدعوا لهم بعض الشيوخ اعطينا نساهم ودمرهم وان شاء الله نهارهم محرف مش عارف ايش. قاعد حط لك محامي لاجنبي ليبي جاي من غادي ومتهم بقضيه مش بسيطه يعني قضيه فيها مش عارف عندر كم 270 اللي ماتوا من جميع 19 جنسيه وطائر وجريمه يعني جريمه مش كذا. عنده محامي ومحترم وقاعد. وعلى فكره يوم 23 فبراير يوم 23 فبراير ستكون جلسه استماع تمام المحاميه بالطالب باطلاق صراحه مش اطلاق صراحه براءه اطلاق صراحه مشروط موجود يمشي ويجي على المحكمه لكن قاعد برا ربما اقامه جبريه ربما حراسه ربما يحطوا له الماكينه هذه اللي فريد تشوفوها في الافلام حقيقيه هذه يحطوها اللي عنده تسريح مشروط منطقه معينه ما يتجاوزهاش. فيوم 23 فبراير حتطلب المحاميه هذا الامر لبوعجيله والمحامين قالوا اذا طلبت الاخرين الادعاء اللي ضد المحاميه قالوا اذا طلبت فنحن سنطلب لا حجز وهني فهناك صراع طبعا سيتم الخروج اطلاق الصراحه بكفاله يعني القاضي يحدد اذا قبل انه يطلق صراحه مشروط هيحدد كفاله قديش يدفعوها تدفع ويطلع يقعد كما ذكرنا في منطقه معينه في حراسه اقامه جبريه وما اليه. اذا التهمه ثبتت على بوعجيله ستكون العقوبه السجن المؤبد هكذا حسب المقال بتاع الواشنطن بوست. ليبيا تريبيون نشرت مقال يقول Why did Libya's NOC National Oil Corporation and Italy's Eni sign an $8 billion gas deal؟ لماذا وقعت المؤسسة الوطنية النفط الليبية وإيني الإيطالية صفقة غاز بقيمة 8 مليارات دولار؟ هذه تساءلت التريبيون عندما أغلق فلاديمير بوتين صنابير عن شحمات الغاز في أوروبا خشية معظم دول الاتحاد الأوروبي من فصل الشتاء. لماذا؟ لأنها تعتمد على روسيا في الغاز متاعها. المشاهد الكريم يعرف هذا يدرك وسمع الأمر يعني الذي ترك هذه الدول الصناعية مكشوفة يعني كشف ضعفها يعني مجرد أن روسيا سكرت دخلت في عالم آخر من المشاكل والعوائق والتخلف. إذن كانت يعني كشفت عورتها كشفت ضعف هذه الدول حسب هذا المقال. يوفر الغاز الروسي 45% من إجمالي واردات أوروبا 45% وتعد روسيا المورد الرئيسي لأوروبا من النفط الخام أيضا مش بس الغاز 3,100,000 برميل يوميا ضخ في روسيا لأوروبا تمام. المنتجات المكررة أيضا التكرير نحن بدل ليبيا نديروا التكرير والعالم كله اقتصاديا راكع بين يدينا لكن نحن من الستين نصدروا في النفط وندزوا فيه يدرونا بنزينة ويدرونا في شو اسمها هذا غاز ويدرونا ندر شنو ويجيبونا نحن بأكبر. مستغرب أنا والله مستغرب يعني هذه الفكرة اللي نقول فيها مش خطيرة ولا ذكية ولا وبعدين قديمة وقرينها مليون واحد. لماذا ليبيا ما تكررش وكأن غصبا عننا أو كأن في شروط أو في أي لا أدري والله. 106 مليون طن سنوي تصدر روسيا لأوروبا من المنتجات التكرير. جبت هذا الموضوع أنت طبعا مشاهدي كريم يدرك الصفقة متاع 8 مليارات لكن في معلومات أخرى قد تكون جديدة قد يكون مشاهدي كريم يدركها اللي هي هذه الاتفاقية لمدة 25 سنة ربع قرن تمام وبقيمة 8 مليارات كما تدرك. تزود ليبيا إيطاليا بالغاز لتعزيز امدادات الطاقة إلى أوروبا. تضمنت الاتفاقية مرة أخرى كررت 8 مليارات دولار سيتم استثمارها على مدى 3 سنوات تمام خاصة في المنشآت البحرية AOH اسمها AOH الموقعين اللي مقابل البحر واللي داخل البحر اللي بتستثمر فين هذه 8 مليارات. كانت تلك الاستثمارات لم يشهدها قطاع النفط في السنوات 25 الماضية أكبر صفقة منذ 25 سنة دارتها ليبيا. تضمنت الاتفاقية أيضا تطوير حقول الغاز تمام وتعتمد دول الاتحاد الأوروبي على الإمدادات الروسية. هذه معلومات ربما تكون جديدة إلى حد ما حول الكذا. في أنسميد وكالة أعلام إيطالية نشرت مقال يقول ليبيا 5 plus 5 agrees mechanism
تو ويذدرو مرسينريز. لجنة الخمسة خمسة الليبية توافق على أي سحب المرتزقة. المقال اللي نشرته الأنسا هذا أنسا ميديا يعني اللي نقلاتها هذه الصحيفة كلها إيجابي تمام، لكن اللي نقلاتها الميدل إيست مونيتور اللي بعده بالضبط يو إن ليبياس بارتيس أجريز تو فريمورك تمام فور ويذدرول أو فرن. هذه اللي نشرات الميدل إيست مونيتور في سلبية يقول ومن ذلك الخطوات جيدة والكلام كويس واتفقوا كل حاجة مية مية. هذه طبعا تأثير زيارة مدير المخابرات المركزية CIA للمنطقة، وأن نبوا نطلعوا الروس ونبوا نطلعوا القوات ونبوا نطلعوا المرسنريس. أنا أتمنى يجيفوا هنا والله العظيم حد يجيفهم، هذوم جو يقتلوا فينا وتو بيطلعوا عادي جدا، لكن قد يا سيدي يطلع إن شاء الله والله. هني هذا بالتعاون مع النيجر والسودان، لأن يعني النيجر والسودان متورطين، عندهم مرتزقة، عندهم مواطنين، عندهم ناس في ليبيا هنا. اللقبة اللي ذكرتها من ميدل إيست مونيتور ولم تذكرها الوكالة الأنباء الإيطالية أو اليونايتد نيشن، موقع اليونايتد نيشن، فإن لم نرى ومع ذلك ومع هناك وصول لآلية كيف نطلع المرتزقة بالتعاون مع النيجر وبالتعاون مع السودان، وأن اللجنة الخمسة خمسة وافقوا على إخراج المرتزقة، بالرغم من هذا يقول مقال الميدل إيست مونيتور بالرغم من كل هذا فإن أي خطوات ملموسة لسحب مئات المقاتلين الأجانب الذين يعتقد أنهم موجودون في ليبيا بعد انضمامهم إلى أطراف مختلفة في الصراع لا تزال، الحاجات الملموسة المرئية العملية لا تزال تواجه عقبات سياسية كبيرة. هذه ذكرت علي زمان متاع الفاغنر يطلع في منتدى 75 أن الفاغنر يطلع بعد شهور، قاعدين اللي عندي اليوم الفاغنر، وبتاع الصخيرات حفتر بيطلع بجرة قلم، مازال قاعد حفتر اللي عندي اليوم. لا وهذا نفس الشيء، اتفقنا نطلع المرسل امتى يطلع والله اعلم، المفروض مع الشيعه انه يطلعوهم، لما يطلعوا المرسل المرتزقه يقولوا طلعنا، ما عادش تقولوا مثلا كذا. هذا مقال الميدل ايست مونيتور ذكرها، قال يعني حاجه عمليه ملموسه لم نرى، في اتفاق وما شاء الله والعاب ناريه وشربوا واحتفلوا وتضبطوا واتفقنا على اليات، لكن هل هناك شيء عملي حتى الان؟ لا. في حقيقه مقال رائع جدا جدا نشرته الميدل ايست مونيتور تمام، هذا اللي فات تقريبا الميدل ايست اي اللي ذكرها الاهلي ميدل ايست اي، هذه الميدل ايست مونيتور نشرت مقال يقول ذا ايروني اوف اسرائيلي اوفرينج تو ميك بيس بتوين روسيا اند اوكرانيا، نازل نازله في الحكومه الاسرائيليه بشكل يعني سماها الوقحه لا اخلاقيه. شنو القصه؟ هذا المفارقه، عنوان المقال يقول المفارقه في عرض اسرائيل صنع السلام بين روسيا وأوكرانيا. إسرائيل أعطت عرض أن تدير سلام بين روسيا وأوكرانيا، لقطات جميلة جدا، المخرج الكريم أشار إلي بأن عندي دقيقتين، لكن هذا المقال يحتاج إلى أكثر من ذلك، وفيه نقاط جيدة جدا من ضمنها شيء سريع جدا أن عمر ما محتل ينتقد محتل، محتل عمره ينتقد. يقول المقال عمركم سمعتوا فرنسا تنتقد ماذا فعل الإيطاليون في ليبيا؟ مستحيل مستحيل. عمركم سمعتوا أي مستعمر ينتقد مستعمر ثاني؟ أو أي مجرم دار معسكرات اعتقال لبشر ينتقد معسكرات اعتقال ثانية؟ تمام؟ فقال هذه الوقاحة اللي تدير فيها إسرائيل، هي محتلة أرض أصلاً تمام؟ وتبي تتدخل في صنع السلام في كذا. مقال ممتاز جداً، كثير نقاط جيدة، نقاط واقعية أيضاً نشارك بها بإذن الله سبحانه وتعالى المشاهد الكريم في حلقتنا القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.